أكثر من القلب، لكن لما تمسك القلب يدهلل القلب. ومن هنا بيقول لك الروماتيك فيبر بتعض القلب وتلحس المفاصل لحس. تمام؟ ايوه على الطريق. اوكي؟ الروماتيك فيبر باثولوجي بتصيب القلب بالاساس بشده وتترك اثر. بقيه الاورجانز بتصيبهم بس ما تتركش ايه؟ اثر مزمن. يبقى الكورونيك هنا اكيوت روماتيك فيبر ممكن تصيب الاورجانز دي كلها او بعض الاورجانز. لكن الكورونيك روماتيزم اللي روماتيك هارت ديزيز محصور على مين؟ محصور على القلب فقط. بيزمن فين؟ في القلب. لذلك الاكيوت روماتيك فيبر في الباثولوجي بقسمها لقسمين كاردياك واكسترا كارديا. ده باثولوجي. الباثولوجي خلاصته ثلاث حاجات.
يعني بيمر بثلاث مراحل، سواء الميزوكارديا او الميوكارديا او البري كارديا. ايش هم الثلاث المراحل؟ اكسيوديتيف اكسيوديتيف فيز، بعده بروليفريتيف فيز، بعده هيلينج فيز. هيلينج فيز او يسمونه فايبروتيك فايبروتيك. وهذا اللي يترك الاثر منه فايبروسيس كرونيك. ها طيب نفس الشيء المايوكارديا عشان برضه ما تتوهش، اكسيوديتيف فيز بروليفريتيف فيز هيلينج فيز. تجي على البريكارديا اكسيوديتيف فيز ها بروليفريتيف فيز ها فايبروتيك فيز. نجي والحاجه لازم ايش نحدد مع ثاني فيز بعدين تهمل لحاجه ثانيه. ها ماشي بدا فرنون شي ماشي عليه لو بدنا بمعنى ثاني فيز بيمر في الروماتيك اكتيفيتي. الان خلاص راح الانتي بودي يسكت الاندوكارديا يسكت البريكارديا يسكت المايوكارديا، هيبدا بقى الرياكشن اول تفاعل للجسم اللي بسميه اكسيوديتيف فيز. يعني ايه اكسيوديتيف فيز؟ اكيوت انفلميشن. اكيوت ايه؟ انفلميشن يعني اكسيوديت هيطلع ايه؟ اكسيوديت. الاكسيوديت ده مكون من ليمفوسايتس مونوسايتس بلازما سيلز اكيوت، لانه احنا بنتكلم على مرض مناعي زيه زي الفيروس مش بوليمورفس زي البكتيريا. يبقى هو اكيوت انفلاماتوري ريأكشن يعني فازو دايلاتيشن مايجريشن للليمفوسايتس واكزيوديشن. اوكي يبقى هنا عباره عن اكيوت انفلاميشن يعني هيحصل كونجيشن يحصل اكزيوديشن فيبو فايبرين وفيبو انفلاماتوري ايه؟ انفلاماتوري سيلز فايبرين زائد انفلاماتوري سيلز كرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هم مين؟ الليمفوسايتس بلازما سيلز والماكروفاج. يبقى ده بالاكسيوديتيف الاندوكارديا محمر هو اصلا مش فاسكولار حصل فاسكولار فاسكولار يصبح فاسكولار ايديماتس اكيوت انفلاميشن ايديما وفي انفلاماتوري سيلز طالع البطن. يبقى ده مايكروسكوب كريم. يبقى هنا ما فيش حاجه بقى صار بس يبقى علامات الانفلاميشن اندوكارديا اصبح فاسكولار وكونجيستد ومحمر وايديماتس وفي اكزيوديت والاكزيوديت ده هو مونونيوكليار سيلز اللي هم الليمفوسايت بلازما سيلز اند ماكرو ايه اند ماكرو فاج. اوكي يبقى هتتكلم كده في الاكزيوديت. مين هيصيب في الروماتيك فيفر الليفت هارت اكثر من الرايت هارت وخاصه الباك؟ يبقى هيصيب الليفت سايد اكثر من الايه من الرايت سايد. ممكن اساس ليفت سايد لو شديد قوي ممكن يصيب مين؟ الرايت سايد. يبقى لو قلت لك سايد ليفت سايد. طيب روماتيك اندوكاردايتس قسمه لقسمين في البال وميورال. يبقى الروماتيك اندوكاردايتس هيصيب البال للمايترال بال ومن يا شباب؟ والميورال. ده الاندوكارديا مقسم باسم البال واسمه باسكوا وايديماتس تمام اهو. اوكي وبين بدل ما هو ترانسبارنت يصبح اوبيك نتيجة الايديما نتيجة الاكزيوديت. اوكي؟ طيب يبقى ده الفرق. يبقى روماتيك اندوكاردايتس هقسمه لقسمين فالفولار فالفولار وايش؟ وميورال. فالفولار يعني هيصيب الفال. الفال سيت ايديماتس اوبيك ها؟ وفاسكولار.
مايكروسكوبيكالي في الديما انفلاماتوري سيل. طيب بعد كده يصير كمان من النيورال اندوكاردي. نيورال اشهر مكان بيظهر للبوستيريور وول اوف ليفت اتريا، بحيث ان المنطقه دي هتكون محمله وفاسكولار وريتيماتاس كورينكل. طيب اذا فاسكولار يصير كنا بين هنا المايترال باب. مايترال بال ميورال تصيبها البوستيريور مين؟ بوستيريور وول اوف ليفت اتريوم. يبقى احنا خلصنا كده من الاكزيوديتي. من الاكزيوديتي ايه؟ بيستمر من 4 اسابيع الى 12 13 اسبوع. يعني مدة طويلة، يعني لقد تقل على شهر كيف. اوكي؟ بالاكزيوميتد فيز من شهر إلى 3 شهور. تمام؟ طيب. بعد كده بيجي البروليفريت فيز. بروليفريت فيز برضه هياخد من شهر ل 6 شهور. اوكي؟ البروليفريتيف فيز بيبدا يحصل فيبرينويد نيكروزيس. فيبرينويد نيكروزيس في الوسط، ويبدا الماكروفاج بتكون حواليه عامله بانسيه بترصد كده. الماكروفاج الماكروفاج دي شكلها كده وفيزيكولار بينكلد نيوكليوس. يعني لو جينا نكبر واحده من دول يكون شكلها كده هيستوسايتس. هيستوسايتس وفي شويه بلازما سيلز وليمفوسايتس. طب يعمل لك جرانيولوما. يعمل لك ايه يا شباب؟ جرانيولوما مكونه من سنترال فيبرينويد نيكروزيس. دي تعتبر تايب 2 سايتوتوكسيك رياكشن اجينست جرام سبستانس. اوكي؟ بيتكون لك جرانيولوما كده وحواليها فايبرس تيشو كده، بدايه فايبروزس كده. دي بسميها اشوف بادي. اشوف بادي او اشوف جرانيولوما. يبقى الاشوف بادي دي كاركترستيك للروماتيك فيفر. باثوجنوموني. سمعت باثوجنوموني؟ خاصه بالروماتيك فيفر. اي تكوين هكا سنترال فيبرينويد نيكروزيس بريسيدد ماكروفاج بسميها انيت الشو. ها؟ ايوه انيت الشو. ها؟ ماكروفاج او هيستيوسايتس. ايوه. وكمان في جاينت سيلز زي بتاع تي في جاينت سيلز كده اسمه. ها؟ دي بسميها اشوف سيلز. اشوف ايه؟ او اشوف جاينت سيلز. تمام؟ جرانيولوما كلها بعضها بسميها اشوف نوديول او اشوف بادي او اشوف جرانيولوما. ها؟ يبقى دي باثوجنوموني للروماتيك فيفر. اوكي؟ طبعا في الميتوكارديا ما تكونش كثيره واضحه، بتكون اكثر وضوحا في المايوكارديا. المايو ايه؟ في المايوكارديا. ويبدا البال يصبح محبب زي حبات الدخن، يعني حجمها 1 الى 2 مللي حجم الجرانيولومز دي، ويصبح البال جرانيولار وفير. تمام؟ يبقى دي بسميها بروليفريتيف فيز. البروليفريتيف فيز او الجرانيولوما دي تكون اكثر فين يا شباب؟ وضوحا في المايوكارديا. في المايوكارديا فين تكون موجوده؟ في الاندا استشيا بتوين المصلز حوالين البلاد فيزلز اللي بيغطى المايوكارديا بارا فاسكولا. اوكي؟ طيب اذا دي البروليفريتيف فيز. في الفيز ده بيحصل ديستراكشن للبالج، يعني بيخدش الانتماء
بتاع البال تصبح رف ويبدا يتكون عليها بليتلتس وفايبرين. تمام؟ في الادريال سيرفيس، في الادريال ايه؟ سيرفيس. وحوالين الفيري ايج الباب بيجي كده، هنا صابط وهنا صابط هنا يفتح كده، فبيكون هنا جرانولوما في الفيري ايج. الفيري ايج لو جيت تشوف الباب اهو يلفلك يلفلك، يكون هنا صغيره من 2 ل 3 مللي اتاتش وايد اند كير ترومباي سمول ترومباي كير، ما بيحصلهاش اتاتشمنت يعني ما فيش امبولايزيشن. تمام؟ بتكون في الفري ايج. ليش بتكون في الفري ايج؟ نتيجة الإيديما الموجودة في الفال بيكون تخين عمال بيحك في بعض. فلما بيحك في بعض فبيخدش الإيديما، فبتيجي الثرومباي على المنطقة المخدوشة دي. فبيكون في الفري ايج، في الفري ايج. يبقى إذا الفال ثيك وأوبيك وإيديما تصبح جراي وايت ونوديولار. وفي فيجيتيشن في الفري ايج، في الفري ايج. تمام؟ وتكون اكثر ناحيه الادريال سيرفيس، الادريال ايه؟ سيرفيس، اوكي؟ يبقى ده البروليفر ديفيس، بروليفر ديفيس ينتهي بايش؟ بفيجيتيشن، بسميها فيجيتيشن، الزراعات. تمام؟ طيب بعد 3 إلى 6 شهور بتبدا الهيلينج فيز، الهيلينج ايه؟ اللي بتبدا تتحول الاشوف بادي الى فايبروتيك نوديولز فايبروزيس. يبدا يحدث شيء كشف البالف او يلتحم مع بعض خاصه من هنا، بصوا كده المناطق دي لانه عامل كده البالف اهو كده البالف. المناطق دي يحصل فايبروزيس تخيط كده فايبروزيس فايبروزيس فايبروزيس. المنطقة اللي في النص تكون بعيدة شوية، صعب انها يلحمها مع الديابيت غير الفري ايج اللي هم بعد الأمراض. فبيتملك فيبروزز للفالف يترك لك منطقة ضيقة من الفالف، الفالف ما يفتحش كويس. ستينوزيس، يحصل ايش يا شباب؟ ستينوزيس. فالهيلينج فيز ايش ينتج عنه؟ ينتج عنه مايترال ستينوزيس. واحيانا ما يقفلش كويس ولا يفتح كويس، فبالتالي بيكون ستينوزيس وبروجيرجيتيشن ارتجاع. تمام؟ يبقى ايه ده؟ قلنا في الباثولوجي في 3 كيسز، اكسيوديت كيس، بروليفريك كيس، هيلينج كيس، او فايبروتيك كيس، فايبروتيك كيس. فايبروتيك كيس ده بقى بينتج عنه بيرمننت حاجه ايه بقى؟ على طول بقى فايبروزيس للفالف يصبح البال ضيق يصبح ايش؟ مايترال ايه؟ ستينوزيس. طبعا من الليفت سايد اوف ذا هارت از ذا مين سايد اوف افكشن. واكثر مكان اللي هو مايترال ايه؟ فال. فولود باي اورتيك فال. باي اورتيك ايه؟ فال. في الاورتيك فال الفيجيتيشن اللي كانت تتكون هنا في الاورتيك فال، اهو ده الفال اهو بتاع اورتا بتكون موجودة هنا على السيرفيس ده بالتريكولار سيرفيس الفيجيتيشن. يبقى ايه ده؟ سايد ليفت سايد مايترال فالف اورتيك فالف. اوكي؟ لو سيفير واخذ الرايت سايد ياخذ بعد كده البلمونري والتراي ايه؟ والتراي كاسكس. لكن دي فيري ري لانه بيصيب الليفت سايد اساسا 99%. اوكي؟ يبقى هنا اكزيوديت فيز اسابيع ثانيه برضه اسابيع برضه نفس الشيء مشان تقدر تقول لما تقدر تقول. وبعد كده الهيلينج فيز ده بياخذ فتره طويله ينتج عنه فايبروزيس اوف ذا باك، ينتج عنه مايترال ستينوزيس او اورتيك ستينوزيس او دبل مايترال او دبل ايه اورتيك. طيب النيورال اندوكارديوم ده بيحصل فايبروزيس يصبح منطقه ديرينجل وطف وهم فايبروتيك، بيكون كده خطوط بيضاء في البوستيرو سيرفيس اوف ذا اتريوم بسميها ماك كالم باتشز. ماك كالم
باتشز. يبقى ايش المكلم باتشز؟ دي عبارة عن فايبروتيك اندومتريوم في البوستيريور اوف ذا ليفت اتريا، دي تكون نتيجة روماتيك فيفر. روماتيك ايه؟ فيفر. اوكي؟ يبقى ده روماتيك اندو ايه؟ اندو هاتايتس. روماتيك ايه؟ تكلمنا على 3 فيزز. بعد كده روماتيك مايوكارديتس. روماتيك ايه؟ مايوكارديتس. نفس الشيء اكزيوديتيف بروليفريتيف هيلين فيز. اكثر حاجه في المايوكارديا واضحه اللي البروليفريتيف ايه؟ فيز. دي عباره عن اشوف بادي بيكون في الانترستيشيال حوالين البلاد ديزيز او قريبا من البلاد ديزيز بابا صورة. تمام؟ وايش النتيجة؟ النتيجة طبعا مايوكارديتس. مايوكارديتس يعني يمكن يحصل اكيوت هارت فيلير. عضلة القلب ملتهبة في يعني ما تقدرش تؤدي وظيفتها لوس اوف فانكشن. يبقى ممكن يموت فيها دي. اكيوت هارت فيلير. ده لازم بيد ريست. المصاب بروماتيك فيفر بيد ريست. لأنه القلب ما هوش ناقص. اوكي؟ طيب بعد كده فايبروتيك فيز برضه ده سيم الاشوك باديز هيحصل لها هيلينج وفايبروزيس يترك سكارز مليون سكارز في المايوكارديا. طيب لو كتيرة دي تكررت الروماتيك فيفر كل مرة وكل مرة سكارز كل مرة سكارز ايش النتيجة؟ مايوكارديا فايبروزيس كونجستيف هارت فيلير. كونجستيف هارت ايه؟ يبقى ايه ده الافكشن بتاع الروماتيك في الاكيوت ممكن يموت الشخص من اكيوت هارت فيلير نتيجه المايوكارديتس. طيب في الكرونيك روماتيز بتاع بكونجستيف هارت فيلير. كونجستيف هارت فيلير يبقى هنا بيترك اثر. بيترك ايه؟ بيترك. طيب نيجي على البريكارديا مع اكزيوديتيف بروليفريتيف وايه؟ وهيلينج فيز. في البريكارديوم اساسا اكزيوديتيف. اساسا يا شباب في الاكيوت روماتيزم لما يحصل اكيوت بريكارديتس بيعمل لك اكزيوديت يا اما سيروس اكزيوديت ريتش ان سيروم يا اما سيرو فايبرينس يا اما ايه؟ فايبرينس. لما يكون فايبرينس بيلصق لك التولايرز الفيزرال والبارايتر بريكارديا لو بريد اند باتر ابيرنس. اوكي؟ ممكن لو اكزيوديت في الميه كتير سيرس فلويد ممكن يضغط على مين؟ على القلب. يعني اهو بريكارديا ده القلب ده بريكارديا حواليه طبعا ده الفيزرال بريكارديا ده البارايتر ايه؟ بريكارديا. لو ممكن يكون سيرس فلويد سيرس بريكارديتس ويضغط على القلب ميه حوالين القلب تمام؟ تعمل لك كارديا تمبونا كارديا تمبونا تمبونا الضغط نادي يعني يضغط يعني يضغط على حاجه في الشاشه لما يقول تضغط على عملت تمبونا طبعا بالاكيوت كله بالاكيوت ده بالاكيوت يبقى يبقى الاكسيوديت الفايز بالاكيوت يا اما يكون عضو سيرس ينتج عنده كارديا تمبونات قد موت العيان ما يقدرش يتحرك القلب ما يقدرش يحصل ضغط على مين؟ على الرايت سايد لوزين فبالتالي يكون الفيتنت فاضيه ما تعباش دم يبقى اسمه كارديا تمبونا يبقى اذا ممكن يموت من ايش؟ ممكن يموت يا من اكيوت مايوكارديتس يا يموت من كارديا ايه؟ تمبونا ذلك احنا نسحبه ده بندخل ابره ونشفطه مشان القلب ياخذ راحته تبونا انا كنت زيرو فايبرينس عندي يتلزق او فايبرينس اكثر فايبرين وهذا بعد كده لما يحصل له اورجنايزيشن فايبرين يتحول لفايبرس ايه؟ اللي هو الكرونيك روماتيزم بقى بيريكارديا فايبروزيس بيريكارديا ايه؟ فايبروزيس يبقى في الثلاث طبقات بيترك اثر لكن اكثر واحد بيتركه اثر يضايق العيان اللي هو عنده ايه؟ كارديا بيبان لكن ممكن برضه يترك اثر في المايوكارديا فايبروزيس او فايبروزيس في البريكارديا
يحصل ايه؟ كونستريكتيف بيريكارديتس. كونستريكتيف ايه؟ يمنع كونستريكشن. ها؟ او ادهيزيف بيريكارديتس. يبقى زي ده الكل هيدروك اثر، لكن اكثر واحد مين اللي بيضيق معظم العيانين؟ الاندوكارديا اللي هو الفالفولار ليجن. الفالفولار ايه؟ الفالفولار ليجن. يبقى الان تكلمنا عن الاكيوت روماتيزم والكرونيك ايه؟ روماتيزم. لما يجي واحد عنده كرونيك روماتيزم يعني فايبروتيك فال ستونيتيك فال، دي بسميها روماتيك هارت ديزيز. روماتيك هارت ايه؟ هيبقى غير الاكيوت روماتيزم. يبقى هو يعتبر الهيلينج فيز او الكرونيك فيز او لا بتاع الاكيوت روماتيك فيز. تمام يا شباب؟ فرقنا بين الاكيوت روماتيزم والروماتيك فيفر والروماتيك هارت ديزيز. روماتيك هارت ديزيز معناته ايش؟ الكرونيك فيز لو فالفولار ليجن. فالفولار ايه؟ ليجن. يبقى خلاصه الباثولوجي في الروماتيك فيفر انه بيصيب الليفت سايد، بيصيب الاندوكارديوم والمايوكارديوم والبريكارديوم. الاندوكارديوم مصاب في كل الحالات، بعد كده المايوكارديوم، بعد كده ايه؟ البريكارديوم. الفالف طبعا هو اكثر حاجه بتنصاب، تترك اثر اللي بنسميها روماتيك هارت ديزيز. تمام؟ وقد يصاب الفالف والارويه والميورا الاندوكارديوم. ميورا الاندوكارديوم بيترك لك فايبريتك بوستيريور وول في الاتريوم بسميه ماكالمز باتشز، وهذه بتكون سبب لانه يتكون عليها في المستقبل ثرومبس المكلم باتش. تمام؟ طيب يبقى اذا ها؟ بولس ايش؟ بعد كده بولس نجيب انا الاستراتيجيه. يبقى اذا الاكيوت روماتيزم اللي بيتكلم عنه تقول باركاردايتس اندوكاردايتس اكزيودي بروليفريتيف هيلينفيج، تتكلم عن كل واحد. بعد كده تقول مايوكاردايتس، تتكلم عن اكزيوديتيك، مش قوي واضح في المايوكارديوم، وانما اكثر حاجه اللي هي البروليفيتيك فيز. تمام؟ وبعد كده تتكلم مايوكارديوم فيبروز كرونيك كهيلينج فيز. بعد كده تدخل على البريكارديوم اكزيوديتيك، فتحط لك تامبونات او الكرونيك اللي هو كونستريكتيف بريكارديتس. ماشي يا شباب؟ دي الخطوات. ما فيهاش حاجه واحده كده. طبعا بس طيب يبقى دي الكارديك ليجنز في الاكيوت روماتيك فيفا، الاكيوت روماتيك ايه؟ فيفا. تمام؟ طيب قبل ان ننتقل طبعا الباثولوجي المره اللي فاتت في الجنرال باثولوجي قلنا لكم انه هنا ندي له مضاد حيوي، هنا بندي له مخففات الالتهاب، صار مستر فاكرين الموضوع ده؟ يعني احنا الان بتاع الروماتيزم دول الناس اللي بيصابوا بالروماتيك فيفر غلط، هو بعد ما يحصل فايبروزيس هيلينج فيز توقف الروماتيك فيفر، توقف خلاص دمرت لك جزء، ضيقت لك جزء. لو رجعت لك تاني وصرت تاني بالستريبتوكوكاي هيحصل نفس الفكره، اميونيتي هتنتج انتي بادي وهتدمر لك برضه، تعمل لك روماتيك اكتيفيتي، ترجع من جديد للقصه، يبقى تدمر لك اكثر وايه؟ واكثر. يبقى مع كل انفكشن يحصل ايه؟ تطور للروماتيك هارت ديزيز. لذلك يجب علينا ان نحن نحمي العيان المصاب بالروماتيزم. يعني صح انه وقف كان وقف من لك فيبروزيس، بس لو جات له روماتيك اكتيفيتي هيدمر اكثر وايه؟ واكثر. وهذه فلسفه ليش احنا بندي لهم بنسلين طويل المفعول؟ عشان نمنع الروماتيك اكتيفيتي. انه يجي له روماتيك ايه؟ اكتيفيتي، لانه لو وصلت ثاني بالبكتيريا مناعه تتدخل، تديك انتباه وانا مش عاوزها، تعمل لك نفس الايه؟ نفس المشكله. يبقى دي فكره ليش الناس دول بياخدوا بنسلين طويل الايه؟ المفعول. اوكي؟ طيب لكن كاردياك ليجنز، كاردياك ايه؟ ليجنز. تعالوا نشوف الاكسترا كاردياك ليجنز. الاكسترا كاردياك ليجنز واحد بولي ارثرايتس، بعده اثنين سايدن هام كوريا مايجراتوري اريثيما مايجرانز، اريثيما مايجرانز، بعده سبكوتينيوس نوديوز، يبقى دي بسميها ايش؟
ايوه اكسترا كارديا ليجن. احيانا بيسبب النورا والبريتونيوم بيقول لك بلوس سينوسايتس يعني خمسه سينوسايتس. يعمل لك يعني ايش؟ بلورال ليجنز. فلا ليش بلوسي. اوكي؟ يبقى اذا دي بسميها اكسترا كارديا ليجنز. البولي ارثرايتس ب 75% من الناس بيكون عندهم بولي ارثرايتس. اتفقين؟ ومن هنا جاءت التسميه روماتيك فيفا. من هنا جاءت ايش؟ التسميه. الروماتيك ارثرايتس طبعا ترانزيان مايجراتوري اوليجو ارثرايتس. يبقى ترانزيان مايجراتوري اوليجو ارثرايتس اسيمتري بيكونوا زي بعض. ها؟ يبقى اليوم دي توقع ركبتها اليمنى تبكر الصبح وبعد يومين تبدا تخف هذه فهي توقعوا الركبه الثانيه. او بتخف او يوقعوا هنا. يبقى بيصيب اللارج جوينتس. اللارج ايه؟ جوينتس. كم بيصابوا؟ اثنين ثلاثه نادرا اربعه. لا اوليجو ارثرايتس. اوليجو يعني قليل. ها اكثر من اثنين اقل من اربعه. ومايجراتوري بيتنقل. طيب نشوف اللحسه. قلنا انه الروماتيك فيفا بتلحس الجوينتس. اللحسه دي الجوينتس ريد وهوت وسوارد تندر ما تقدرش تحط ايدك عليه. الم شديد يتعرق. يبقى ده بسيط ولا قوي؟ ايوه بس ده يعتبر بالنسبه للقلب الاحسن. رغم انه محمل ويؤلم وما تقدرش تمشي اللي يعتبر الاحسن الجوين. باثولوجيكالي بولي ارثرايتس بتمر بالاكزيوديتيف فيز. اكزيوديتيف ايه؟ فيز. نادرا ما اشوفها. ما يتكونش عنها فايبروزيس. يبقى كومبليت هيلينج ريزوليوشن. يبقى اساسا يا شباب اكزيوديتيف ذلك ما يتركش اثر. اوكي؟ يبقى ترانزيان ماجراتوري اوليكوارثرايتس بيسيب اللارج جوينتس واسيمتريكال وما بيتركش ايه؟ اثر. دي ماجراتوري. قلنا احيانا بيكون القلب مع الرجل. يعني قصدي مع الـ مع الـ مع الـ ايه؟ مع الجوينتس. في نسبة 75% يكون عنده قلب مفاصل. فخلوا بالكم. يبقى إذا حيكون هناك بولي أرثرايتس أو سايتن هام كوريا أو سموني روماتيك كوريا. روماتيك إيه؟ كوريا. بعض الناس بتصاب الليزر جانجليا كودات نيوكليوس. طبعا اكزيوديتيف فيز. يعني مونو نيوكليار انفيلتري. ما فيش اشوف. ما فيش فايبروزيس وما بيتركش اثر. تمام؟ لما تصاب طبعا البيزل بانجليا بيبدا يديك حركات لا اراديه ترانزيان ام اس دانس لايك زي الرقصه الكوريه. تمام؟ تدي كده جيركي فجاه كده فجاه بيعمل حركه كده فجاه حاجه او بيفلت حاجه بايده فلت الثلاجه فلت كده اوكي او بيطلع لسانه كده بيفوز السنه كده بدون سبب ورا اسكت يلا ها شوية ما محلتش خبطه محلتش ماشي كده شوية بس عنده اصلا بيعمل الحركه دي اوكي يبقى دي جيركي ايمليس موفمنت يبقى دي برضه تعتبر ايه؟ تعتبر من الروماتيك اكتيفيتي تحدث في الاكيوت روماتيك تمام معاك بعدين انزيما مارجينيتم او مايجريتم تيجي فرق باتشز حمراء بتطلع في الجلد مايجراتوري ما تجلس ايفانسل 24 ساعه وراحت بيطلع كده كانه بتطلع جلدي اعمل كده دوائر رينكس 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 وايفانسل يعني ينام كلكم بكره 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 بس ما فيش دي برضه تعتبر سموها ايش؟ انزيما مارجينيتا او مايجرانت
subcutaneous nodules احيانا في مكان الجوينتس تمام subcutaneous بيعمل اشرف نوديول تهيد باي فايبروزيس او تبقى في برينود نيكروزيس بيعمل لك كده نوديول صغيره هنا على الجوينتس على الجوينت برومننس مناطق دي دي برضو ايش تعتبر من علامات الروماتيك ايه فيبر مايكروسكوبيكالي عباره عن اشرف نوديول اشوف ايه حصلت اشرف نوديول يا سلام قبل اسبوع تحت الميكروسكوب بس ما كانتش حكروماتيك كانت حكروماتويد ايوه ليدا كبيره كده فهو جابها لي الدكتور فاكرها مش عارف هو ايه كده فقلت له في روماتويد نوديول كبيره تكون كبيره صغيره ايوه ونفس الاماكن ايوه فطبعا وجود الروماتويد نوديول دي من علامات الاكتيفيتي من علامات السيفيريتي لما يكون في روماتيك روماتويد نوديول ماشي طيب اذا دي الاماكن اللي بتصيبها الروماتيك ايه الروماتيك في مانيفيستيشن صغيره بسميها ماينور كرايتيريا يبقى عشان اشخص الروماتيك فيفر لازم يا اما تو ميجر او 1 ميجر انت تو ايه ماينور ماينور كرايتيريا لتشخيص الروماتيك فيفر اللي هم انكريز الاي اس ار في معك اي سي سي تشينج فيفر حمى وجود الحمى ارثرالجيا الم في المفاصل نوت ارثرايتس مجرد وجع تمام ما في سوري ارثرالجيا مجرد وجع تمام يبقى دي بسميها ماينور ايه كرايتيريا اللي هم فيفر ارثرالجيا اي سي تشينج انكريز اي اس ار دي يسموها شباب يسمونها ماينور كرايتيريا اذا عشان اشخص الروماتيك فيفر تو ميجور يعني في الارثرايتس ومال او قل والاس ار مرتفع وايوه وبعدين كمان من الماينور كرايتيريا وجود علامات الانفكشن السابق اللي سيبته ايه؟ كوباي اللي هي اس او هيك عندي ستريبتولايسين او او اس او على طول كده بدون الاس سو او ده التدري مهم يعني مثلا عنده مشاكل في القلب وتدري في التدري 400 800 ده له علاقه في عنده ريسنت سكريبتوكوكال انفكشن ها قريبه يعني يبقى دي نسميها ماينور ايه ماينور كرايتيريا يبقى يا اما شخص انا ما ادري اذا دي 2 ميجر او 1 ميجر عندي ايه اند 2 ماينس بسميها بونز كرايتيريا بونز كرايتيريا تشخيص الروماتيك طيب كده احنا خلصنا كنت روماتيك فيفر ندخل بقى على الكومبليكيشنز اوف روماتيك فيفر او كلينيكال ايش لو كان روماتيك ايه صار اللي هو جد بس انا خدت المشكله اللي بتدور في خفيف يعني كلهم ما بيدخلوش الروماتيك هارد الا القلب خلاص امسح سبوره تكلم الان لكن ايش الفرق بين الروماتويد والروماتيك؟ هذا الا لا ثلاث مرات تقريبا تختلف تماما ما لهاش علاقه بالسيمبتوم خالص فوتوم ديزيز فرش روماتويد ويصيب الجوين اساسا يبهدل الجوين يعض الجوين يعض الجوين اي heart disease
اللي هو اساسا ايش؟ ها؟ مايترال ستينوزيس مايترال ريجرتيتيشن دبل مايترال او اورتيك ستينوزيس اورتيك ريجرتيتيشن دبل اورتيك. اوكي شباب ها؟ بعد كده مايوكارديا فايبروزيس مايوكارديا ايه؟ فايبروزيس جنيه مايوكارديا فايبروزيس ايش انا بديت ايش يا شباب؟ كونجستيف هارت فيلير اثنين ثلاثه ادهيزيف بريكارديتس او كونستريكتيف بريكارديتس ادهيزيف بريكارديتس يعني بريكارديا فايبروزيس تمام هذه كلها كومبليكيشنز لمين؟ سب اكيوت اندوكارديتس ايوه رقم اربعه انفكشن سب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس سب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس الناس دول كنا يا شباب عرضه للبكتيريميا فاكرين البكتيريميا؟ البكتيريميا صاب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس في الناس اللي عندهم روماتيك هارت ديزيز لانه الباب ده سالب البكتيريا تزرع فيه بتعمل كولونيز تيجي بليتر تعمل لك فيجيتيشن كروبايز اللي بسميها صاب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. طيب يبقى دي المشاكل بتاع مين يا شباب؟ او الكومبليكيشنز بتاع الروماتيك فيفر. نتكلم على واحده كهيمو دايناميك والباقي انتم تتكلموا لانه نفس الفكره. ها؟ او اخلصوا نجيب طريقه ثانيه افضل. امسح سبوره. سوف ادخل لكم من الطريقه. طيب بعده الاورطه ده سيل رقم
رقم 1 2 3 أورتيك ستينوزيس. 1 أسبابه روماتيك هارت أساسا دي بتبادل الصيانات روماتيك هارت ديزيز. 2 كونجينيتال فالف كالسيفيكيشن. ماشية اوكي. طيب مايكرا ريجير بس اورتيك ريجيريفيكيشن عشان ايش؟ عشان نفسك اورتيك ريجيريفيكيشن. يلا 1 روماتيك هارت ديزيز. 2 سيفيليتي 3 كونجينيتال تمام. 4 دايليتد كارديومايوبثي دايليتد فيسيولوجيكال دايليتد كارديومايوبثي. يبقى دي الفالفولار ديزيز. تعالوا نشوف الهيموديناميك حق واحدة أو زينتين منهم والباقي تطبق على باقي العيش على باقي الفالفز. أين التمساحي؟ يلا ناخذ الفيديو اوف مايترال سينوزيس او هيبو داينامكس. يلا واحد عنده مايكروستينوزيس لأي سبب سواء كان كونجينيتال أو كان روماتيك. محاطة بكونجستد كابيلاريز. محاطة بكونجستد ايه؟
جميلة دي. قلنا دائما الضغط في الفين ينعكس على مين؟ الكابيلاريز. لكن لما الإيديما في الفين كنا ينعكس على مين؟ الكابيلاريز. فالضغط المرتفع اللي هنا ينعكس على مين؟ الكابيلاريز بتاع البلمونري سيبيوريجن. يبقى الهيدروستاتيك بريجر هيزيد جوار مش هيزيد؟ هيزيد مليان تقريبا عن الكابيلاريز دي. مليان يبقى انكريز بلمونري هيدروستاتيك بريجر اللي الفولار كابيلاريز. يبقى انكريز الهيدروستاتيك بريجر اوف الفولار ايش يا شباب؟ كابيلاريز. اوكي؟ طيب هذا الاحتكام. هيبدا الان اوكي الفولاي مليان اهو تبادل ما فيش مشكله بس الركوب سلقش سيركيوليشن بطيء. يعني الاكسجينيشن موجود بس ماله؟ بطيء انك ترجع الدم اللي فيه اوكسجين لانه الدنيا زحمه السياره بيب بيب زحمه ما فيش حركه. فيبدا يشعر بتشست تايتنس مش مرتاح نفسه بيتنفس بس اخذ نفس بس احس انه الهواء ما يدخلش اللي هي هايبوكسيا اللي هي شباب هايبوكسيا. يبقى هنا الان هايبوكسيك سيمتومز هايبوكسيك ويبدا تكبني يعني شيء ها شيء حب نفس انه ربنا نفس تحطك ما فيش تبادل غازات فبيبدا بعد كده يرشح الكابيلاريز نتيجه الهيدروستاتيك بريشر تبدا ترشح لها فين؟ للانتر السيشيا يبقى تبدا ترشح على الكابيلاريز ميه فلويد الانتر السيشيا الان الريسبيراتوري ميمبرين اللي بيفصل الكابيلاريز عن الهواء أصبح ثيك ولا ثيك؟ ثيك مليان مية المفروض كابيلاري لاصق في الألفيولار لاصقين فكأنه ممبرين واحد فسهل إنه يحصل تبادل غازات لأنه ممبرين واحد. الآن أنا بعدت الممبرين حق الكابيلاريز عن الألفيولاي قد في مية يبقى في مشكلة الآن في تبادل الإيه؟ في تبادل الغازات فبيبدأ يشعر بالستريس بيبدأ يشعر بصعوبة التنفس ديسميا صعوبة ديسميا اوكي؟ طيب الدسنية دي بتكون أكثر مع النوم لأنه مع النوم لما يروح يرقد يزود الفينوس ريتير فالفينوس ريتير هيعدي على الكابيلاريز يبقى هنا الدم مش قادر يروح للنف وباقي له كميات كبيرة منين؟ من الراي يبقى انكريز مور اند مور هيدروستاتيك بريشر فأول الشكوى بتكون وهو نايم هو ما ينام كده بعد ساعة ساعتين يحس إنه مخنوق فبيقوم على الشباك اشتي هواء ها يسمونه باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا فبيرجع أول ما يقوم من الشباك يرجع يرجع له بتاع ذهب عايز حاجة ساعتين ساعتين بالوقت ها يبقى دي بسبب بقى اسمها نوكتورنال ايه؟ يبقى دي كلها علامات للبلمونري ايش يا شباب؟ بلمونري كونجيشن، بلمونري ايه؟ كونجيشن. لدرجة كل ما زادت المرض كل ما زاد المرض مع الوقت ده مش قادر بقى ينام الساعتين دول اللي كان بينامهم يقوم مفزوز. أصبح كل ما يجي هنا يشعر بدرجة ايه؟ يبقى أورثوبنيا. أور ثوبنيا يبقى تسني عادي مع الايفورت مع اي مجهود اجي ياخد ساعتين تعب اذا باروكسيزم النوكتورنال ديسنيا بعدين مش قادر حتى يحط راسه على ايه؟ على الارض خالص اللي هي اورثوبنيا دي كلها علامات بالمونري ايش يا شباب؟ بالمونري كونجيشن اذا زادت الحكايه والوقت طال بيبدا بعد الكابيلاريز تفرقع ما يتحملش الضغط بيبدا بعد الار بي سي تخش على الالفيولاي فالالفيولاي اصبح فيها ايديما
اللي كان برا غزال وشويه ار بي سيز خرجت. اوكي؟ فدخلنا في بلمونري ايه؟ ايديميا. بلمونري ايه؟ زائد او ناقص ار بي سيز. يعني ممكن تكون رش بس فقط ميه. جوه الالفيولاي بسميها بلمونري ايه؟ ايديميا. يبقى البلمونري ايديميا ما لهاش علاقه بالهيدروثوركس. دي قصه ودي قصه. بلمونري ايديميا معناته انترا الفولار ايديميا. انترا ايه؟ الفولار. يبقى هنا الان في ميه الان. طب سيبكم من فرق الكابيلاري الان، خلونا بالميه عشان نجيب لكم اياها خطوه خطوه. يبقى الميه اللي كانت في الانترستيشن بس زادت زادت بدات ترجع لفين؟ للالفيولار. يبقى بلمونري ايديميا. بلمونري ايه؟ ايديميا. يبقى بلمونري الفولار ادوستاتيك بريشر. يبقى بلمونري بلمونري ايديميا. طبعا لما يكون بلمونري ايديما الان ما هوش قادر انطق نفس. الان الاكسجين قدامه بحيره من الماء عشان يخش للكابيلاري. طيب يبدا عنه يسمح الهايبوكسيا لدرجه انها تبان في الجلد. سيانوزيس. 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 اوكي؟ ويبدا بقى تسمع بقى يصبح حقه سبيوتر بدل ما كان في الاول كان لانه مع متضايقه بيسقط في الاول دراي كاف. يبقى من بين السيمبتومز اوف بلمونري كونجيشن دراي كاف. دراي كاف. الان بعد ما اصبح في بلمونري ايديما اصبح الكاف ماله؟ اكسبكتوريشن ميه وهواء زي الرغاوي المرخي. يبقى يتدفل رغاوي دي علامات البلمونري. يبقى فروثي سبيوتم. فروثي فروثي سبيوتم. اوكي؟ ولما ياخذ بقى شهيق وزفير يسمع بقى زي المداعة الان. يعني البلمونيه دي معناها مداعة اصلا في ميه وهواء. بيكون له اصوات. تقدر اللي عنده بلمونيه دي ما كرة؟ صوتها ماشي؟ ده بلمونري ايديما. هذا بلمونري ايديما. طيب انا اقول لك في الاول كونجيشن. الان بدات تدخل الميه على فين؟ على الالفيولاي. بلمونري ايه؟ ايديما. بلمونري ايه؟ ايديما. طيب طبعا الدسنيا هبزي والارثوبنيا اكيد موجود. يعني الاولانيين دول كلهم موجودين بس الان زادت عليهم. زادت ايه؟ زادت عليهم. طيب بعد كده يبدا بعض الكابيلاريز تفرقع. بعض الكابيلاريز تفرقع. يبدا بدل ما كان سائل نظيف يبدا يحمل حاجه بسيطه كده. ها؟ يبقى بلاط تيجي معرق بدم زي بتاع تي بي كانه عنده تي بي. اللي يسمعوه يقول عنده تي بي بيجيب كده. لا ممكن برضه مايكرانستينوم. يبقى هيموكتيسيس. ايش يا شباب؟ هيموكتيسيس. هيموكتيسيس. يبقى يبدا يسعل يجيب رغاوي ومدممه، رغاوي ايش؟ مدممه. مع الوقت لو استمرت طولت الفتره، طبعا الار بي سيز دي هتخرج الماكروفاج تاكلها. يبدا الماكروفاج تاكل ايه؟ تخرج الماكروفاج تاكل الار بي سيز ويصبح هنا في ماكروفاج جوا الالفيولاي. بتاكل الار بي سيز تحوله يا ايه؟ الى هيموسيدرين براون بيجمنت. دحل. فلما يسعر بيصيح الرغاوي بين دحل. مش دم احمر مدحله. دي معناته كورونيك بالمونري كونجيشن. كورونيك بالمونري ايه؟ كونجيشن. الهيموسيدرين ده اللي طالع في ابو حديد والحديد ايريتانت فري راديكال. يفوق فايبروزيس. يبدا يدخل في ايش يا شباب؟ في فايبروزيس. يصبح الله ما عايش محسه كده يصبح شويه طف. ها؟ قاسيه شويه. يبقى ما عايش سموم دي محسه؟ لا اصبحت طف. كانك ايش؟ حطيت شقه بين طين. بعد ايش حطيت شويه فتصبح اللانج هيفي وطف براونش نتيجه الهيموسيدرين. اوكي؟
يبقى دي بسميها ايش؟ بسميها براون ان ديوريشن اوف ذا لانج. براون ان ديوريشن اوف ذا لانج. ان ديوريت يعني قاسي. فتصبح اللانجز براون ان ديوريتد وطف. مايكروسكوبيكالي زياده في الانترستيشال فايبروزيس وماكروفاج جوه الالفيولاي مليانه براون بيجمنت للالفيولار ماكروفاج وتصبح مليانه براون ايه؟ بيجمنت. لذلك وجود الماكروفاج دي احنا بندور عليها في الفحص عشان اعرف هل العينه ماخوذه صح ولا مش صح. مثلا لو واحد سال سبيوتر وقابل يقول لي دي عينه سبيوتر بشوف سلايفا لازم اعرف انه جاب من تحت، جاب من تحت بيوصل نشرجته الفولار ماكروفاج بقول فعلا دي كحها من تحت. فهذه احيانا موجوده في الجسم بكميات قليله، بس لما تكون بكميات كثيره قد يكون عنده مايكروجين ستينوزيس من ضمن الاسباب. اوكي؟ هذه من علامات كورونيك بالمونري كونجيشن. كورونيك بالمونري ايه؟ اوكسجين براون ان ديوريشن اوف ذا لانج. تمام؟ طيب يبقى هنا قلنا بتدخل في مراحل، الاول بيجيب دم احمر معرق، بعد كده بيصبح يجيب زي الصدى، ها؟ اللي هو معناته انه عنده ايش؟ كورونيك بالمونري كونجيشن. طيب مع الوقت نتيجة الهايبوكسيا، ما هذا بيعاني من هايبوكسيا ولا ما فيش هايبوكسيا كده؟ الهايبوكسيا في كل الجسم بتوسع الأوعية الدموية ما عدا اللنج. بيحصل بازو سباز. بازو ايه؟ سباز. يبقى هنا بالمونري كونجيشن، هنا ادينا بالمونري كونجيشن، هنا هايبوكسيا. هايبوكسيا اوف بالمونري سيركيوليشن فازو كونستريكشن. بالمونري فازو كونستريكشن نفس الفكره، بيبدا سباز فانكشنال بعد كده قد يقلب ايه؟ هايبر بلاستيك. ايش النتيجة؟ بالمونري هايبر تنشن. بالمونري هايبر تنشن. بالمونري هايبر تنشن. يلا بالمونري هايبر تنشن يعني انه الرايت فنتريكل هيروح اجينست هاي بريشر، يعني بريشر اوفرلود، فبيحصل له هايبر ايه؟ تروفي. مع الوقت مش قادر يفضي الدم فبتحصل له دايلاتيشن فيليا. ها كيف؟ يبقى في الاول هايبرتروفي عشان يقدر يضخ الدم، في النهايه يفلت زي اللي جالس يتدرب وماسك كده، في النهايه يبدا تفلت. فنفس الفكره، اترك 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 اترك، ها بعدين معاه يقدر يضخ كل الدم، فيبدا يقول لك استوعب الدم احسن، فيبدا يرخي يبدا يستوعب الدم، يبقى فيليا. يبقى رايت فنتريكولار هايبرتروفي. رايت فنتريكولار هايبرتروفي. بعدين رايت فنتريكولار دايلاتيشن. يعني فيليا. رايت فنتريكولار دايلاتيشن. بعد دايلاتيشن الرينج بتاع الفالف المايترال فالف الرينج هتبدا تتوسع. الرينج مش الرينج. فلما توسع الرينج حتشد على مين؟ على الليفلت اللي تقبل، فبيصبح مايترال ريجربيتيشن. مايترال دايليتد دايليتيشن دايليتيشن اوف ترايكاسبيد ترايكاسبيد رينج. النتيجه ايش؟ ترايكاسبيد ريجربيتيشن. يبقى الان حصل اتكاله فين؟ للرايت اتريا. يبقى رايت ادريان دايلاتيشن. رايت ادريان دايلاتيشن. يبقى الان الادريان مليانه دم تعبي الخزان. طبعا الخزان لما يعبي معك الانفيرور في نكافه في موز الفان بيمنع، لكن النيك فينز اللي جاي سكوير في نكافه ما فيش بال، فبينعكس على الاورده حق الابر لين، لذلك تجد هنا congested neck veins. يبقى النتيجه congested neck veins. congested اين نعمل لكم؟ neck veins.
يبقى هيبدا ايه يا شباب؟ النك بين بلان عليه. يبقى دي علامه الرايت سايد هارت ايه؟ فيليا. طبعا الفالف الموجود في الانفيريور بنكافه ها؟ طبعا هو فانكشنال فالف مش فالف حقيقي فانكشنال. فبرضه هيحصل نوع من الارتجال للايه؟ للانفيريور بنكافه. يعني اول فينز هتتاثر اللي هي الهيباتيك ايه؟ فين. فيحصل هيباتيك كونجيشن. هيباتيك ايه؟ كونجيشن. فتبدا تحصل هيباتو ميجالي. هيباتو ايه؟ ميجالي. والكبد توجع تندر مؤلم كانه عنده هيباتيتس مش هيباتيتس ولا حاجه. ماشي تبدا تكبر وتوجع ومنساه وسموث وراوند بوردر. اوكي؟ ولو قطعت الكبد هتلقى بقى في الاول كونجستد سنترال فين والساينوسويد مع الوقت نتيجه الهيبوكسيا البيري سنترال بالكبد اهو بالكبد كونجيشن في الاول كونجيشن اهو على الساينوسويد ركز على الساينوسويد المناطق دي يحصل لها هيبوكسيا كلاود سوليد فاتي تشين بعد كده نيكروزيس المنطقه دي فيها ديجنريشن فاتي ديجنريشن فاتي تشين المنطقه دي بني البريفرال كانك بتقطع جوز الطيب نفس منظر جوز الطيب بس ان هي نوت ميد ليفر نوت ميد ايه؟ ليفر يبقى هيباتوميجالي يحصل كونجيشن بعد كده مع الوقت تحول لنوت ميد ليفر ها؟ اوكي؟ لو استمرت العملية وزاد النكروزيس يبدا يحصل سيروزيس. يحصل يا شباب؟ بسميه ريفيرسيت سيروزيس. ليش ريفيرسيت؟ بيكون الفايبروزيس كتير هنا حوالين ده فايبروزيس كتير حوالين السنترال فين فايبروزيس. فلما تحت الميكروسكوب بتغلط اول ما اشوف الفايبرس يشوف بعتقد انه بورتال فين. فبعتقد انه بورتال، بورتال هنا. فبسميه ريفيرسيت سيروزيس. معكوس. اوكي؟ يبقى بسميه نوت ميج ليفر ريفيرس سيروزيس او كاردياك سيروزيس. كاردياك قد جاب سؤال شو كاردياك سيروزيس؟ وكيف تليف القلب. فتعتقد انه مسالك حاجه بالقلب ولا مسالك حاجه بالكبد؟ يحكم في الناس اللي عندهم رايت سايد هارت رايت سايد ايه؟ هارت وده ترو سيروزيس. يعتبر سيروزيس بيفشل الكبد لذلك اللي يفشل قلبه تفشل كبده ها اقول لك الرجل زي الايش؟ زي القلب لو فشل تفشل الكبد وتفشل الكلى وتفشل كلهم تمام الكليه المراه زي الكليه لو فشلت ولا حد ثاني يفشل لو زي تمام ماشي يا شباب طبعا بعد كده كل السيكولي حق السيروزيس يعتبر الكبد سيروتيك يعني مورتال هايبرتنشن بورت اسايتس سبلينوميجالي يبقى كل مشاكل المورتال هايبر ايه؟ مورتال هايبرتنشن طيب والرجلين انكريز هيدوستاتيك بريشر ايديما جنرال ايديما اوكي طبعا بس بتبدا الايديما حق الرجلين قبل الاسايتس خلي بالك لانه بياخد وقت كثير على ما يحصل له سيروزيس مو يوم وليله لكن ده على طول اول ما ينعكس على الفينا كافا على طول يبقى تجد الرجلين بيورموا قبل ظهور الاسايتس لانه الاسايتس لما يمشي في الكبد فهمت؟ لكن الايديما تظهر قبل في الرجلين غير بتاع الكبد بيظهر فين؟ الاسايتس اوكي؟ طيب يبقى دي كل السيكولي of mitral stenosis يبقى in by right side heart failure ايش المفروجي لو قلت لك ايش المفروجي في الميترال ستينوزيس تقول انه الميترال فالف ستينوتيك وصغير ها طبعا في الروماتيك فيفر بيكون شكله زي بق السمكه
فيش اوي فيش ماوث او زي الزرار يكون شكله كده زي الزرار. تصور ده الميكرو. ايوه شوف كيف الزرار هنا مخيط. ادي اللي ايش الفيجيتيشنز الموجوده كانت في البريفري. اوكي فبيلصق لك كده يفضل يلصق لك الميكرو لما يخلوه زي الزرار. اوكي يبقى سمول فايبروتيك وكالسيفايد. هنقصد استروفيك ايه كالسيفيكيشن. طيب خلوا بالكم لو قلت لكم البطرس يوم مدرسة سونيز ده مدرسة سونيز سهل ايديولوجي مش عارف ايه كل شيء يتم. خلاص هو وقت السؤال. لا المدرسة الفارف اخباره كده وصغير وفي الرومات يكون فيش ماوث او بطن هول. تمام. وبعد كذا تقول قد يكون في ماكلنز باتش. هذه علامه من علامه الروماتيك السابق. تدخل على الرئه براون انديوريشن اوف ذا لانج اللانج هارد وكذا وكذا وتحت الميكروسكوب فيها الهيموسيدرين الفولار ماكروفاج. بعدين تسمي سؤال كبير ده ب 10 درجه 20 درجه. بعد كده تدخل على الرايت سايد انه في هايبرتروفي ودايلتيشن والرايت. طيب في المايترال تشينوزيس كل التشامبرز دايليتد كبيره ولا في تشامبرز تبقى طبيعيه؟ يبقى كل التشامبرز كبيره ودايليتد ما عدا مين الليفت فينتريكل بتكون اصغر من النورمال كمان لانه ما بيدخلش دم كثير. اوكي يا شباب. طيب يبقى ده المايترال تشينوزيس. تتكلم على النوت ماجليفر يعني انت ورطت فرحان خارج. انا جاوبت والله ما انت جاوبت ولا اثنين. باثولوجي اند باثوفيسيولوجي اوف مايكرايسيولوجي. باثولوجي يعني ميكانيزم. ايوه لما يلاقي عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا لما عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فهمتم يا حلوين؟ ايوه يبقى دي كمثال. الباقي سهل. يبقى لو في ريجربيتيشن فوليوم وفرلود حيتوسع. لو في ستينوزيس يبقى برجل وفرلود حيتضخم. لو حصل اثنين ديلاتيشن وين وهايبرتروفي. في انتم الشغله فالحكايه سهله. يبقى ده مثال للفالفولار هارت ديزيز. اوكي خذ نفس عشان نختم بالانفكتيف اندوكاردايتس. الانفكتيف اندوكاردايتس جدول بس مقارنه